دلوقتي في جاليري سفر خان في الزمالك، وده موجود ورايا دلوقتي. ده معرض بتاعي اسمه البيروسي التاشر، عملته وشارك معايا بعض الاصدقاء في بعض البيسز اراوند يعني. وهو معرض المفروض ان هو الدور التحتاني يمثل الكاونتر كلتشر او ثقافه الطلعه الجديده يعني، وفوق بيمثل الاستابليشمنت او المنظومه او السلطه او يعني النظام. فهو المعرض ده فكرته على بعضه كده ان هو يحط الاثنين مع بعض في مكان واحد عشان يبين الكلاش ما بين الثقافتين يعني. كان اول معرض كان مختلف جدا، كان اسمه جبابرة المحروسة، وكان عباره عن illustrations كده للناس اللي في القاهره اللي بيمارسوا اعمال ممكن نكون احنا مش واخدين بالنا من اهميتها وبنعملهم ان هم يعني اقل مننا، زي الزبال ومثلا ممكن بتاع ديليفري، راجل المرور، حاجات كده. and to highlight قد ايه هم مهمين، الاعمال دي مهمه يعني. ففكرة المعرض بس ان هم يترسموا بشكل كانهم سوبر هيروز بنفس الستايل اوف الستريشن، مش كوستيومز مختلفة، هو عادي، هو زبال، هو زبال بس مرسوم بعضلات كبيرة وبستايل كانه كده سوبر هيرو. والله انا ممكن من المواقف المهمه، كان في كنت عملت ستيكر اسمه قناع حريه، وكان عليه اكشن فيجر اللي هو الراجل ده، بس مع بعض الاختلافات هو كان عليه جاج كده في بقه يعني، وكان في تكست حواليه، وكان التكست يعني بينقد في سياسات المجلس العسكري في الوقت ده. حصل ان انا لما نزلت احط الستيكر ناس جم اتلموا، واحد بدا بشخص بيقال ايه كابتن انت بتعمله ده ما يصحش كلام من ده، بعد كده ناس تانيين جم اتلموا، الموضوع كبير قوي، خناقه كبيره، انا اتشديت شرطه عسكريه وايه ودوني على المحاكمه العسكريه.